جميلة جدا هذه البلورات، هذه في الخلف هناك تسمى بالكريديت بلون البرتقالي، تسمى بالكريديت، هذه تسمى ب الشاباسيت، أنواع مختلفة، وهذه تسمى بالأكسينيت، أما هذه فتسمى بالأمترين كوارتز لأنه يختلط فيه اللونين البنفسجي مع البرتقالي. هذا حجر أوبال من أوبال شيل، وهناك في الخلف تشاهدون بلورات من نوع الكروكيت، هذه بلورات أباتيت، هذه بلورات فانادينيت أيضا من المغرب الحبيب. هذه بلورات تأتي من أمريكا الجنوبية تسمى بالأتاكاميت، لا هي من الصين حقيقة، أتاكاما، من صحراء أتاكاما تسمى بالأتاكاميت من الصين. أميثيست، هذه الكتل البيضاء هي تسمى بالبوراكس، بلورات هنا من الفلوريت كما تشاهدون، أما هذه فسميث سونايت، حجر من السميث سونايت، هذه بلورات كالسيت، هناك في الخلف بلورات خضراء من الفلورايت أو الزرقاء من الفلورايت الأزرق، هنا لدينا هذه بلورات من الأزورايت، هناك لابيس لازولي هذا الحجر، وأيضا هناك الملاكايت، أما هذه البلورات فتسمى بالأداميت أيضا منشئها من مكسيكو، بلورات كبيرة من الكاينيت، بلورات من الموسكوفيت، بلورات من الانهيدريت، بلورات انهيدريت بلون أزرق كما تشاهدون، وهنا تورمالين نوع خاص من التورمالين أيضا بلورات من الاميثيست. هذا الحجر يسمى أو هذا المعدن يسمى بالألغونديت، الألغودونيت، الألغودونيت. الكثير منها حقيقة لم أسمع به لغاية الآن، لكن هي فرصة للتعرف على أنواع هذه البلورات. هنا لدينا بلورات من الرودوكروسيت، بلورات من السيليستيت، هذه بلورات من الكالسيت، شاهدوا معي أصفر. هذه أيضا بلورات من الكوبال كالسيت. هذه هناك بلورات اميثيست، كتلة بلورات من البيريت، أسماك متحجرة هنا، هذا يسمى بالسفاليريت، شرحت عنه في كثير من الفيديوهات، اميثيست أيضا هذه الكتلة تسمى بالسفاليريت، حجر السفاليريت، كتل كبيرة من الاميثيست وبلورات كبيرة من الكوارتز، هذه بلورات من السترين جميلة جدا كما تشاهدون، بلورات كوارتز جميلة جدا، كوارتز أيضا، كوارتز، هي بلورات كوارتز وإميثيست، شاهدوا هذه الكتلة الرائعة من البلورات المتراكبة من الإميثيست، فعلا ديكور رائع و مجموعة رائعة من الأحجار في هذا المتحف، لم أتوقع أن أجد هذه المجموعة الكبيرة حقيقة من الأحجار في هذا المتحف، كوارتز دخاني، بلورات كوارتز، بلورات كوارتز أيضا، هذه بلورات أميثيست بلون بنفسجي فاتح، بلورات كوارتز هيماتيت مستخلصة من النرويج من إقليم تروندلاغ، جميلة جدا هذه البلورات الضخمة من الكوارتز، طول هذه البلورات مثلا يزيد عن 40 سنتيمتر وعرضها يزيد عن 20 سنتيمتر، جميلة جدا. نأتي هنا إلى هذه الكتلة من البلورات من الكوارتز، شاهدوا معي إخوتي الكرام،
هذه كالسيت، هذه كالسيت، وهذه أيضا كالسيت. عفوا، هذه أشكال مختلفة من الكالسيت، أنا قلت عنها كوارتز لكن هي أشكال مختلفة من الكالسيت. هنا أيضا كالسيت باللورات كبيرة من الكالسيت، هذه تسمى بالمانغان كالسيت بلون بنفسجي. أنماط مختلفة من الكالسيت، كالسيت فانتوم، كالسيت جن، وهذا الحجر الجميل أيضا هو حجر كالسيت. هنا لدينا أيضا أنماط مختلفة من الكالسيت، شاهدوا جمال هذه الأحجار من الكالسيت. أنماط مختلفة من بلورات الأميثيست كما تشاهدون. هنا لدينا كالسيت مختلط مع الإبيدوت، هنا لدينا بلورات تسمى بالفيسوفيانيت، فيسوفيانيت، هنا بلورات من الكورديريت، بلورات من الإلبايت كوارتز، هذه بلورات من الياقوت الكوروند، حجر حاضن يحوي بلورات صغيرة من الياقوت. هنا كالسيت، هذا أيضا حجر بلورات كوروندوم، هذا يسمى بالجرانات أو بالجارنيت، هذا يسمى بالكورديريت، شاهدوا بلورات ضخمة جدا. وهنا لدينا بلورات من البريهنيت، فيرمي هوليت، هذا الحجر يسمى بالفيرمي هوليت. أحجار من التوليت النرويجي، هذا تم صقله بشكل كرة جميل جدا، وهذا أيضا حجر من التوليت. باقي الأحجار، هذا يسمى بالكورديريت، هذا من أنواع الزفير غير الشفاف. أما هذه البلورة الجميلة فهي أيضا بلورة من الباريت، وهذه البلورات الخضراء الجميلة بلورات أكتينوليت. تورمالين أسود ضمن صخر حاضن، هذا بيريت ذهبي اللون. كوارتز، هذا كالسيت، هذا يسمى بالفانتوم كالسيت، فانتوم كالسيت، هذا يسمى بحجر الليبودوليت، ليبودوليت. أيضا هناك لدينا باريت، ماركاسيت، كالسيت، وكالسيت مع البيريت. هنا حجر كبير ضخم يسمى ب، شاهدوا ارتفاعه حوالي نصف متر وعرضه يزيد عن 30 سنتيمتر، حجر حاضن يحوي باللورات تسمى ب الفوش سيت، هي من الكاينيت المختلط مع حجر حاضن من المغنيسيوم غالبا، هذا يسمى بالكالسيت العسلي هونينج كالسيت. أيضا أنماط مختلفة هنا كالسيت، هنا لدينا حجر من الرودولايت، رودولايت جارنيت، كوارتز باللورات دقيقة ناعمة من الكوارتز، وهذا حجر الشمس سولستين أو حجر الشمس كوارتز. إمينيت، حجر من الإلمينيت، عنصر يسمى بالإلمينيت، هذا أتى من النرويج أيضا من مقاطعة تيلمارك، هذه بلورات من
السكابولايت، هذه باللورات من الأنداريت، حجر حاضنه باللورات تسمى أنداريت، باللورات كوارتز وباللورات كالسيت، باللورات أكتينوليت بلون أخضر، هنا البرهنيت، هناك توليت، حجر توليت وردي يحوي على بلورات من التوليت، هذه تسمى بالكاينيت الأزرق. أما هذا الحجر الجميل، شاهدوا جمال هذا الحجر، هو كالسيت مع الفلوريت، شاهدوا سبحان الله جمال هذا الحجر، كالسيت مع الفلوريت. هذه أيضا كتلة من بلورات الأكتينوليت. أما هذا الأزرق فيسمى بالشالكانيت، حجر الشالكانيت، أول مرة أسمع به حقيقة، حجر الشالكانيت، شاهدوا معي، حجر الألورجيت، كلينوزويسيت، هذا من أنواع الزويسيت، كلينوزويسيت، فيروفيت، إيبيدوت باللورات من الإيبيدوت، أيضا باللورات من البرهنيت التي تحوي داخلها على باللورات إيبيدوت، باللورات أكتينوليت. هنا في الأسفل لدينا باللورات ناعمة، حجر يحوي باللورات ناعمة صغيرة من الفلوريت، أيضا هذا فلوريت بلون بنفسجي، فلوريت، مجموعة من الفلوريت باللورات الفلوريت بلون بنفسجي كما تشاهدون. هذا الحجر يسمى حجر الناتروليت، وهذا يسمى بالستيلبيت باللورات من الستيلبيت. أما هنا في الأسفل كما تشاهدون باللورات كبيرة من الكوارتز، أكتينوليت أو كاينيت، هذا يسمى كاينيت عفوا، وهذه أيضا حجر يحوي باللورات كاينيت، تم قصه على شكل صفيحة. أما هذا فهو موسكوفيت، أيضا حجر موسكوفيت، وهذا كوارتز مع الإبيدوت، وهذا أيضا كوارتز أسود أو إبيدوت أسود مع الكوارتز، هي تسمى بالأتاكاميت، لا هي من الصين حقيقة، أتاكاما من صحراء أتاكاما، تسمى بالأتاكاميت من الصين. أميثيست، هذه الكتل البيضاء هي تسمى بالبوراكس باللورات هنا من الفلوريت كما تشاهدون. أما هذه فسميث سونايت، حجر من السميث سونايت، هذه باللورات كالسيت، هناك في الخلف باللورات خضراء من الفلورايت أو الزرقاء من الفلورايت الأزرق، هنا لدينا هذه باللورات من الأزورايت، هناك لابيس لازولي هذا الحجر، وأيضا هناك الملاكايت. أما هذه البلورات فتسمى بالأداميت، أيضا منشئها من مكسيكو، بلورات كبيرة من الكاينيت، بلورات من الموسكوفيت، بلورات من الإنهيدريت، بلورات أنهيدريت بلون أزرق كما تشاهدون. وهنا تورمالين، نوع خاص من التورمالين، أيضا باللورات من الأميثيست، هذا الحجر يسمى أو هذا المعدن يسمى بالألغونديت، الألغودونيت، الألغودونيت، الكثير منها حقيقة لم أسمع به لغاية الآن، لكن هي فرصة للتعرف على أنواع هذه باللورات. هنا لدينا باللورات من الرودوكروسيت، باللورات من السيليستيت، هذه باللورات من الكالسيت، شاهدوا معي أصفر، هذه أيضا باللورات من الكوبال كالسيت،
هذه هناك بلورات اميثيست، كتلة بلورات من البيريت، أسماك متحجرة هنا، هذا يسمى بالسفاليريت، شرحت عنه في كثير من الفيديوهات. اميثيست أيضا هذه الكتلة تسمى بالسفاليريت، حجر السفاليريت. هنا لدينا أحجار كبيرة من البيريديوت أوليفين، حجر مصقول جميل من البيريديوت أوليفين أو زبرجد بلون أخضر جميل، أيضا حجر من البيريديوت أوليفين. في النرويج يوجد منطقة قريبة تسمى بالأوليفين سنتر أو مركز الأوليفين، فيها أحجار جميلة ورائعة من الأوليفين، أحجار حاضنة كبيرة من بلورات الكاينيت، أيضا حجر مقصوص لبلورات الكاينيت. هنا ننتقل إلى كائنات بحرية متحجرة، هذا من حجر الجبس، أما هذا فهو خشب متحجر، جذع ضخم، شاهدوا بالنسبة ليدي، جذع ضخم خشبي متحجر باللورات ضخمة من الكالسيت، شاهدوا معي باللورات ضخمة من الكالسيت. هنا كتلة باللورات ضخمة من الكوارتز، وهنا أيضا كتلة ضخمة من باللورات الجارنيت الماندين، شاهدوا بالنسبة ليدي ضخمة جدا، وهذه أيضا، أما هذه شاهدوا أكبر من يدي بأضعاف. هنا كتلة من باللورات البيريت مع الكالسيت، الباريت مع الكالسيت، هنا أيضا كتلة كبيرة من بلورات الكوارتز، أما هذه فبلورات كالسيت مع الكاينيت، كتلة كبيرة من بلورات الكالسيت، هذه هنا أيضا كتلة ضخمة جدا، شاهدوا من بلورات الكالسيت، بلورات الكاينيت، باللورات كوارتز دخاني، باللورات كالسيت أيضا، وهنا باللورات من الكالسيت الوردي، ليس اميثيست ولكن كالسيت وردي اللون. هنا شاهدوا هذه الكتلة الكبيرة جدا من باللورات الكوارتز الدخاني، وهنا أيضا كتلة كبيرة من باللورات الكوارتز، هنا هذه بمعظمها من الكالسيت، جميلة جدا كما تشاهدون، تحف رائعة جمعوها من جميع أنحاء العالم، وسررت جدا لقدومي والفرصة التي حظيت بها لتصوير هذا الفيديو لكم. مجموعة جميلة من أحجار جيود الإميثيست، شاهدوا حجمها كبير بالنسبة لحجم يدي، هذه باللورات من السيليستين، شاهدوا معي جميلة جدا. هنا لدينا أحجار كوارتز تم صقلها بجهاز الترامبلر، وهنا أنواع مختلفة من العقيق بألوان مختلفة، منه ما هو أخضر ومنه ما هو أزرق، سعر القطعة حوالي 4 دولارات. هنا أيضا أنواع من العقيق، هذا يسمى بالبيروبيت، أما هذا يسمى بالبيروبيت أيضا، بيروبيت، هذا جاسبيت من أنواع الجاسبر، هذه أحجار عين النمر طبعا تعرفونها، سعر القطعة 30 دولارا. هذه عقيق أزرق بدرجات مختلفة من الألوان، هذه اميثيست، هذه اوناكيت، احجار جميلة من الاوناكيت، هذه توليت، هذه احجار مصقولة من الكوارتز، هذه كريسوكولا، احجار من الكريسوكولا، وهنا لدينا احجار من العقيق الازرق،
أحجار عين النمر كما قلت لكم، أحجار جرون أفنتورين أو الأفنتورين الأخضر، هذه بلورات من الفلوريت، شاهدوا معي هذا هو الشكل النمطي لبلورات الفلوريت بشكل هرمين مشتركين بالقاعدة، منها ما هو أخضر شاهدوا، ومنها ما هو بنفسجي اللون، ومنها ما هو أزرق بلورات فلوريت، أنماط مختلفة من البلورات تم صقلها بأشكال مختلفة، هذه بأشكال بيوض من الكوارتز وغيرها، شاهدوا معي بلورات كوارتز وردي، شاهدوا هذا الحجر الجميل، أعتقد أنه كوارتز أخضر، لابرادوريت الحجر ذو اللمعة أيضا منشأها نرويجي، هذا حجر توليت، توليت أيضا، ننتقل هنا إلى هذه البلورات من السيترين، بلورات إميثيست وكوارتز، وهنا لدينا كروم ديوبسايد، أحجار كروم ديوبسايد، وهذه كتل من البيريت، بلورات من البيريت، أما هذه فتسمى بالبيروبيت، هنا أيضا كوارتز، بلورات كوارتز مختلفة، أحجار أصداف بحرية متحجرة، هنا خشب متحجر، كائنات بحرية متحجرة بأشكال مختلفة، شاهدوا معي، وهنا أيضا كائنات بحرية متحجرة، شاهدوا كائنات بحرية متحجرة، هنا لدينا أسنان ربما لديناصور لست متأكدا، محفوظة ضمن الصخر الرملي كما تشاهدون، بقايا عظام أسنان لكائن مفترس أظن أنه ديناصور، نوع من الديناصورات، هذه الأحجار هنا هي أحجار رسم عليها الإنسان القديم، لوحات رسم عليها الإنسان القديم تم جمعها، شاهدوا هذه التحف الكبيرة من الإميثيست، حجر كبير من الإميثيست حقيقة، هذا مسعر بمبلغ 600 دولار إخوتي الكرام، بالنسبة لارتفاعه فأظن أنه يزيد عن النصف متر، وهذا أيضا حجر جيد يحوي على بلورات من الإميثيست، هنا أيضا حجر آخر كبير من الإميثيست أيضا بالسعر يزيد عن 700 دولار، حوالي 700 دولار، أظن هذا الحجر وهذا الحجر هما حجر واحد تم قصه في المنتصف لتظهر فيه هذه البلورات الجميلة من الإميثيست. في نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم. إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية ورزق الحلال الطيب المبارك من الله عز وجل. بأمان الله وحفظه أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.